أمي سعيد عثمان بن سعيد وقراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري عن سيدنا الصوفي أبي شعيب صالح بن زياد وقراءة الإمام عبد الله بن عامر الشامي عن سيدنا عبد الله بن ذكوان وقراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي عن سيدنا خلف بن هشام على صورة الجمع بالوقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قد جاءكم بصائر
وكذلك